بحضراتكم. اليوم النهاردة يمكن حضراتكم بتتابعوا نشرة الأخبار وبتتابعوا الأخبار يعني منذ ساعات ومنذ الصباح، وإحنا بنتابع قمة بريكس، وطبعاً عارفين إنه القمة دي تم انضمام مصر ليها. هيسأل المواطن المصري هو إيه بريكس؟ أو هو إيه الموضوع؟ وهل أنا هستفيد كمواطن؟ طبعاً هل بلدنا هتستفيد؟ ده أكيد. الخريطة العالمية الاقتصادية تتغير كثيراً، وهذا التغير إن شاء الله يكون في صالح الاقتصاد المصري. ما عليك إلا أن الدول بتبحث الآن على تكتلات. التكتل الاقتصادي المسمى ببريكس هو تكتل يعني يقصد التبادل التجاري المختلف، وطبعاً ربما يكون أيضا هناك عملة خاصة به، أو يتم التعامل به بالعملات الوطنية بين البلاد المختلفة. النهاردة مع ختام فعاليات قمة مجموعة بريكس، أعلن رئيس جنوب أفريقيا أن الاتفاق كان لدعوة انضمام مصر وأيضا السعودية، إيران، الإمارات، أثيوبيا وأيضا الأرجنتين، وذلك لمجموعة بريكس التي من المقرر أن تبدأ عضوية الدول الجديدة فيها اعتبارا من 1 يناير 2024. من جانبه أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024. وقال الرئيس السيسي في بيان قال فيه: نحن نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معا خلال الفترة المقبلة، وكلنا أيضا مع الدول المدعوة اللي تم دعوتها للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، وأيضا بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. طيب، السؤال اللي هنسأله النهاردة وحضراتكم كمان هتسألوه، خصوصا المواطن المصري البسيط اللي عايز يعرف بريكس ده ممكن يبقى إيه، أو إيه الخطوات اللي قطعتها مصر علشان تدخل في هذا التكتل الاقتصادي أو هذه المجموعة الاقتصادية؟ إيه الأهداف من وراء العضوية الدائمة في مجموعة بريكس اللي بينضم أيضا معها دول مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، وأيضا الدول اللي انضمت؟ والمجموعة دي بتشكل اقتصاد تلك الدول أكثر من 25% من الاقتصاد العالمي. الحقيقة الخريطة الاقتصادية تتغير، ووضع مصر وماذا سيقدم هذا التكتل الاقتصادي وانضمام مصر ليه، خلينا نعرف مزيد من المعلومات، وخلينا نجاوب على حضراتكم بأشياء بسيطة. دكتور محمد شادي الخبير والمحلل الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك فندم، والسلام مشاهدينا، مساء الخير حضرتك. دكتور محمد، عايزة أعرف ما هي الخطوات اللي أخذتها مصر للانضمام لبريكس؟ طيب شفتي حضرتك ترى الاثنين اللي فاتوا كلهم الشغل الاقتصادي اللي حصل فيهم، إعادة تأهيل الاقتصاد المصري وإعادة بنائه، إعادة تأهيل البنية التحتية المصرية بكاملها، اعاده صياغه شكل نظام المصرف المصري، اعاده صياغه الموازنه العامه المصريه، هي المعاناه اللي عملها المصريين الثلاث سنين اللي فاتوا، هي الخطوات الاساسيه اللي وصلتنا النهارده ان احنا نبقى على راس القايمه اللي اتقبلت. انا عاوز اقول لحضرتك انه البريكس كان عندهم اكثر من 40 دوله مقترحين مقدمين علشان العضويه. البريكس كان بيختاروا الدول اللي اولا تفيد التحالف، وبالتالي اختاروا ما بين ال 40 دوله كلهم 6 دول، كل دوله من الدول اللي دخلت التحالف مفيده للغايه للبريكس، والبريكس يعني 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 عارف حضرتك بقول عليهم سيلكتيف، انتقائيين للغايه، لان التحالف ده بيعول عليه في انه يعيد تشكيل المشهد العالمي زي ما حضرتك قلت. كل اللي حصل خلال ال 8 سنين اللي فاتوا هو اللي وقفنا النهارده على رجلينا، واحنا بنتقبل واحنا بنقدم طلبنا وبيتقبل وبتوجه لنا الدعوه ان نتقبل. كل اللي حصل خلال حضرتك بقى كله، المعاناه بتاعت ال 8 سنين اللي فاتوا كلهم، التكلفه اللي دفعها المصريين هي اللي موقفانا النهارده كده. طيب، خلينا نبسط الامور لمشاهدنا المصري والمواطن. انا عايزه المواطن كمان يستقبل معنى هذا الخبر ويعرف تفاصيله. خلينا نسال حضرتك هذه الاسئله، يعني اذا مصر انضمت لتكتل اقتصادي كبير ومعها اكتر من دوله، السؤال اللي انا هساله انا كمواطنه هستفيد ايه؟ طيب ببساطه جدا، احنا كمواطنين عاوزين نشتغل، عشان نشتغل عاوزين ننتج. الانتاج بتاعنا دوت يعني احنا الشغل بتاعنا ده بيبقى عباره عن انتاج، الانتاج بتاعنا ده يا اما بنبيعه في السوق المحلي يا اما نصدره. ده اول حاجه البريكس هتفيدنا، البريكس هتفتح لنا اسواق
اكتر من 40% من الاستهلاك العالمي عند الاسواق دي، عند الخمس دول الموجودين ومعاهم الخمس دول الجداد بالاضافه لينا. تمام. والاسواق دي مفتوحه بـ 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 بشكل مخفض للغايه، لانه الدول دي الخمسه الجداد يعني عندهم اتفاقيه ما بينهم، اتفاقيه تبادل تجاري حر بتتيح للدول الاعضاء معامله تفضيليه عند دخول منتجاتها الاسواق بتاعت الدول الثانيه. اكثر من 90% من المنتجات اللي موجوده في العالم كلها، اللي في دول العالم كلها، يمكن دخولها اسواق البريكس بخاص من غير تعريفات جمركيه خالص. يعني زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع مثلا في الصين، زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع في السعوديه، زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع في الارجنتين. ده بيعمل ايه؟ ده يدي المنتج بتاعي انا فرصه كبيره جدا ان هو ينافس، لان سعره ارخص من اسعار المنتجات الثانيه، بالتالي تمام. فرصه اكبر للتصدير بشكل كبير جدا. ومن هنا كل ما انا صدرت اكتر، كل ما العمله الصعبه بقت اكتر، كل ما الضغط على الدولار قل، كل ما خلقنا فرص اكتر، ودي استفاده اولى مباشره للمواطن بشكل كبير جدا. يعني طيب اسمح لي هنا، انا عايزه هنا عند مسألة الدولار وأسأل حضرتك الموضوع ده، يعني الناس كلها بتسأل، هل أنا في هذا التكتل الجديد ودخول مصر لهذا التكتل زي ما حضرتك شرحت هيكون في فرصة للتبادل التجاري، وأيضا فرصة أن مصر كمان مش بس تستورد لكن كمان تستعيد دورها وأنها كمان تصدر، ويبقى في نشاط خاص بالصناعات المصرية، أن يبقى عندها أسواق تقدر أن هي تصدر حاجات كتير. السؤال هنا، هل أنا لما هدخل في هذا التكتل هيقلل استخدامي للدولار؟ طيب هو بدايه انا بس يعني انا اسف الاجابه مش هتكون مباشره، انا بس هشرح حاجتين الاول. اتفضل. هو الاول خالص، هل الدول دي عندها عمله موحده؟ لا. هل الدول دي على وشك ان هي تطلق عمله موحده؟ لا. الدول دي بتدرس امكانيه اطلاق عمله موحده، وده معناه ان احنا في مرحله مبكره للغايه من موضوع العمله الموحده ده. ده اول حاجه. تمام. الحاجه الثانيه، هل الدول دي عندها اتفاقيات تبادل تجاري بالعملة بتاعتها المحلية؟ أيوة. هل مصر كان عندها اتفاقية شبه دي مع حد فيهم؟ عندنا اتفاقيتين، واحدة مع الصين وواحدة مع روسيا، بالتبادل التجاري بيننا وبينهم بالعمله المحليه. طيب خليني انا حضرتك هسيب حضرتك تكمل. يبقى هنا حضرتك بتاكد لي اني انا كمصر انا هقدر اتعامل مع الصين ومع روسيا بالجنيه المصري، مظبوط؟ حتى الان انا بقول لحضرتك حتى الان بيننا وبينهم انا حتى الان تمام. حتى الان احنا عندنا اتفاقيتين مع روسيا ومع الصين بتتيح لنا ده، لكن تمام. الاتفاقيات مش مفعله. ليه مش مفعله؟ لانه حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين روسيا وما بيننا وما بين الصين في يعني 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 اختلال كبير. احنا بنستورد من الصين اكتر ما بنصدر لها، وبنستورد من روسيا اكتر ما بنصدر لها. وهنا بقى يجي دور البريكس. البريكس بتقول ايه بقى؟ انه لاحقا، وقت لاحق يعني، الدول دي هتشجع التعامل بالعملات المحليه ما بينها حتى لو كان العجز ده موجود. تمام. ده حصل دلوقتي مثلا ما بين روسيا والهند. الهنود بيستوردوا كميات ضخمه جدا من البترول من الروس، ومع ذلك بيستخدموا في جزء كبير جدا من التعامل ما بينهم الروبيه والروبي. طيب سؤال تاني، طبعا سؤال تاني برضو يعني انا بحاول اضع اسئله كتيره ممكن تكون على السنه الناس. سؤال تاني مثلا، احنا معانا السعوديه في هذا التكتل، هل انا هقدر اتبادل مع السعوديه بالجنيه المصري؟ ايوه هقدر، بمجرد لما يدخل في البترول. طبعا احنا بنتكلم في البترول. ايوه، مش احنا اصلا المملكه العربيه السعوديه مش هي اكبر دوله مصدره لنا للبترول. طبعا المملكه العربيه السعوديه واحده من الدول لكن مش اكبرها. طبعا احنا بنستورد من العراق اكتر، لكن انا بضرب مثال، يعني انا بضرب مثال لان السعوديه موجوده في هذا التكتل. ايوه، كل منتجات المملكه العربيه السعوديه ما بيننا وهم والمنتجات بتاعتنا اللي بتروح لهم هنقدر نتعامل فيها بالعملات المحليه، سواء بالجنيه او بالريال، لاحقا في وقت لاحق لما المملكه العربيه السعوديه تدخل مصر، تدخل ويوقعوا على الاتفاقيات اللي بتخلي بتشجع التعاون بالعملات المحليه. وخذي بال حضرتك، المملكه العربيه السعوديه ليست الشريك الاكبر لينا، اللي يهمنا في الموضوع اكتر على الاطلاق هم الثلاث دول الموجودين دلوقتي الكبار اللي موجودين في البريكس. مين هم؟ اول حاجه روسيا، الصين، روسيا، البرازيل، ولاحقا بقى بعدهم تيجي الهند، لان احنا بنوسع دلوقتي شراكاتنا معاها. اكيد الاربع دول لو احنا شغلنا معاهم والتعاون بالعملات المحليه هيفرق للغايه في شكل الدولار في مصر ووضع الدولار في مصر. انا بس عاوز اقول لحضرتك مراحله سريعه. حضرتك هتلاقي هنا البنك المركزي المصري استعد للخطوه دي من قبل لما حتى العضويه تتقبل، لان احنا كنا يعني بشكل شبه متاكدين انها تتقبل. البنك المركزي المصري من حوالي اسبوع كده اطلق
يعني 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 اعلان انه هو بسبب صياغه البنك، يعني بسبب صياغه نظام جديد لتقييم العمله المصريه بعيدا عن الدولار، يبقى شويه عملات داخله مع الدولار، هيبقى منهم بقى الروبل، وهيبقى منهم اليوان، وهيبقى منهم الروبيه، وهيبقى منهم عملات الدول الاخرى زي اليابان واليورو. ده كلام كله ايجابي ومليان امل يعني انتعاش اقتصادي. السؤال اللي انا هساله لحضرتك، انا كمصر بالمجرى الملاحي بتاعي قناة السويس، بوضعي في افريقيا كبوابة لافريقيا، هذا الوضع كيف ستستفيد منه ايضا باقي الدول اللي موجودة اللي هتستخدم مصر لنقل ايضا يعني كل التعاملات التجارية عبر البوابة المصرية؟ هو يعني زي ما حضرتك قلتي حرفيا دلوقتي كده مصر جايه البريكس عشان حاجتين، اول حاجه الموقع الاستراتيجي بتاعها تمام، وعدد السكان. انا عاوز اقول لحضرتك بس انه برامج البنيه التحتيه اللي اتعملت خلت مصر حرفيا، والمره دي والله احنا انا مش بكلم حضرتك دلوقتي كلام يعني نظري او كلام انشائي، بوابه افريقيا والكلام ده مش بس كده، بالعكس كمان احنا عندنا يعني بالاضافه لافريقيا احنا دلوقتي هنبقى بوابه السوق الاوروبي، لانه العالم دلوقتي زي ما حضرتك شايفه المشاكل اللي فيه عماله تكتر، وبيتحول من نظام احنا سمعناه قديم يعني طول الفتره كان اسمه الاوف شورينج. الاوف شورينج ده اللي هو ايه؟ انا مثلا ابقى في امريكا بصنع المنتج بتاعي في الصين وادخله، لكن مع الاضطرابات اللي حصلت في العالم الفترات الاخيره دي بدا يبقى عندنا حاجه اسمها نظام اسمه الفريند شورينج. الفريند شورينج ده اللي هو ايه؟ انا مش هصنع عند اي حد وادخل اسواقي، انا هصنع عند اصدقائي بس، وبالتالي ده عامل اضطراب كبير جدا في سلاسل الامداد، ومخوف الدول الشرقيه ان هي تتمنع تدخل من الاسواق للاسواق الغربيه، وخصوصا بقى مين؟ الصين وروسيا. وهنا مصر جايه تدخل التحالف ده علشان تفتح بابها للمصانع بتاعه الدول الشرقيه علشان تدخلها للاسواق الغربيه، والعكس بالعكس. يعني مصر هنا بتتحول كبريد تمام ككوبري للتبادل ما بين المعسكرين اللي بيحصلوا دلوقتي، لان احنا علاقاتنا مع المعسكرين كويسه للغايه، ويعني سواء دخلنا البريكس ما دخلناش البريكس علاقاتنا مع الغرب كويسه، هم الشركاء الاساسيين بتوعنا، دخولنا البريكس يخلي علاقاتنا اكثر يعني اكثر تقدما مع المعسكر الشرقي. أكيد خلينا نفضل أكثر تقدما مع كل المعسكرات الشرقية أو الغربية. دكتور محمد شادي الخبير والمحلل الاقتصادي، ونحن نتحدث عن بريكس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما قلت انضمام مصر طبعا لمجموعة بريكس ده خبر أكيد مهم، كلنا متابعين، وسائل الإعلام العالمية كلها تناولت الخبر، وبالتحليل أيضا وأيضا بالرؤى المختلفة الاقتصادية والسياسية، والجميع تكلم عن أهمية انضمام مصر. لكن أيضا خلينا نقول أنه بالنسبة لحضرتك احنا كمان بنسأل، انا كمواطن هستفيد ايه من انضمام مصر الى هذه المجموعة؟ وهل ايضا الظروف المعيشية اللي انا عايشها والازمات والاقتصاد، هل ده ممكن يحل ازمة الدولار؟ كلنا هنسأل نفس السؤال. هل كمان هيساهم مثلا في توفير امن غذائي اكبر، السلع تبقى متوفرة اكثر؟ اسئلة كتير كلنا كمواطنين اكيد بنسألها وعايزين نعرف اجابات، خصوصا مع هذا الامل وهذا الخبر الاقتصادي المهم لتكتل اقتصادي جديد. خلينا نسأل مزيد من التفاصيل مع دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني سؤالي مباشرة مع حضرتك، المواطن البسيط بقى هيشعر، هيبدأ يشعر ازاي بهذه الاتفاقية، بانضمام مصر، بمعاملات تجارية جديدة، باقتصاد مختلف هيدخل، تبادلات اقتصادية مختلفة؟ بالتأكيد طبعا هو اللي يهم المواطن النهاردة حاجتين مهمين جدا، معدل التضخم ومدى تحقيق التوازن في معدل التضخم، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة ومدى الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم المستورد، وده بيأثر بشكل كبير جدا على أداء الأسعار في السوق العالمية والسوق الداخلية. فأنا بشوف من أهم البنود اللي هتتناولها مجموعة البريكس خلال الفترة القادمة هو الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي، وإزاي إن احنا نقدر يتم تحقيق التوازن في تلك المؤشرات. أعتقد إن مصر يعني هدف مهم جدا هو تحقيق التوازن في تلك المؤشرات، علشان النهاردة المواطن يحس ويشعر بأن الدولة فعلا لا تريد إضافة أي أعباء إضافية. أعتقد انضمام مصر لتلك المجموعة هيكون هناك ترويج للإصلاحات
الاقتصاديه في البيئه الاقتصاديه المصريه والاستثماريه خلال الفتره الاخيره، وده هيدينا فرص مهمه جدا لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه سواء على المستوى الداخل في مصر او المستوى الخارجي في القاره الافريقيه، وده هيفيد في عملية توفير فرص عمل بشكل كبير، ومن خلالها طبعا انخفاض معدل التضخم بشكل كبير جدا، وده اللي احنا محتاجينه. احنا يعني بدأنا الفترة الأخيرة، يمكن مصر الدولة الوحيدة في العالم اللي لدينا الاستمرارية في تنفيذ المشروعات بشكل كبير سواء في الماضي أو في المستقبل، فبالتالي فكرة الاستثمارات ده هيوفر فرص عمل وبالتالي الانعكاس على تحسن مستوى المعيشة. أيضا وجود طب اسمح لي هنا، اسمح لي هنا بس برضو السؤال، يعني خلينا ناخد كل يعني تفصيلة مع حضرتك أيضا ندي معلومات أكتر للسادة المشاهدين. دلوقتي هيسأل أيضا المواطن، بيقول دلوقتي إحنا عارفين أن التضخم يعني خلينا نقول بالشكل اللي بنستعمله في الشارع المصري هو ارتفاع أسعار، فهل أنا مثلا ندي مثل مثلا إحنا في سوريا روسيا نتعامل مع روسيا مثلا وهي مصدرة للقمح، هل أنا أقدر أتبادل مع روسيا وآخد القمح بتاعي أو القمح بتاعي بالجنيه المصري؟ بالتأكيد طبعا، احنا خلال الفترة الماضية تم سداد الشحنات اللي استوردناها من روسيا بالجنيه المصري بالفعل، يعني احنا بالفعل تم اعتماد الجنيه المصري في البنوك الروسية وكذلك اعتماد الروبل في مصر، لان احنا مش بس بيننا وبين روسيا علاقات في استيراد القمح، ولكن عندنا قطاع مهم زي قطاع السياحة، يعني احنا بيدخل مصر اكثر من 3.5 مليون سائح، فبالتالي ده بيعود طبعا على انتعاش قطاع السياحة وتوفير مزيد من فرص العمل، وده بيخلي هناك حده في تخفيف الطلب على الدولار. هي احنا المشكله النهارده في زياده الاسعار فكره استمرار الولايات المتحده الامريكيه من خلال الفدرالي الامريكي في استخدام سياسات اقتصاديه صعبه جدا في رفع الفائده، ورفع الفائده ده بيضر الاقتصاديات الناشئه، ولكن طبعا هو المجموعه البريكس هو هدفها تقليل الهيمنه الدولاريه وليس القضاء عليها في الوقت الحالي، لان فكره لان كل الناس بتقول احنا المجموعه هتقضي على الهيمنه الدولاريه، اعتقد هيكون صعب حاليا، ولكن هي فكره تقليل الهيمنه خلال الفتره القادمه من خلال تخفيف الضغط على الدولار. فكره انخفاض الطلب ده ايضا هيفيد عمليه الاستيراد من خلال التعامل بالعملات سواء اليوان الصيني او الروبيه، وده طبعا احنا عندنا علاقات قويه جدا مع الجانب الصيني في عمليه الاستيراد، لان مصر بتستورد نسبة كبيرة جدا من المواد الخام من الجانب الصيني، فبالتالي لما النهاردة نتعامل باليوان الصيني أو الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة أعتقد ده يخفف من الطلب على الدولار بشكل كامل، وبالتالي يحقق التوازن في الأسعار، وهو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي الشارع المصري كله محتاجه. طيب هرجع تاني برضو يا دكتور وأسأل حضرتك سؤال آخر، نحن نتعامل الآن داخل تكتل اقتصادي جديد، التكتل موجود ولكن انضمت ليه مصر وعدد من الدول، فالعدد من الدول دول هل هنبدأ إحنا في فتح خريطة الاستيراد والتصدير؟ يعني أنا عندي منتجات يمكن ما كنتش بعرف أصدرها، يمكن أنا أقدر دلوقتي من خلال هذا التكتل يبقى عندي صادرات جديدة وعندي استيراد جديد بلغة بالعملة الوطنية بتاعتي بالجنيه المصري، هل ده هيبقى مسموح؟ يعني مثلا أنا ممكن أخد إيه من الأرجنتين والبرازيل مثلا؟ بالتأكيد طبعا ده هيكون الفترة القادمة، احنا يعني احنا مصر يعني بتسعى الى زيادة القدرة الانتاجية في العديد من الصناعات سواء القطاع الزراعي قطاع الطاقة المتجددة، وده طبعا في فتح افاق واسواق جديدة حتى يكون هناك زيادة لحجم الصادرات، لان احنا هدفنا الرئيسي طبعا في استكمال مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي هو زيادة حجم الصادرات المصرية وغزو المنتج المصري لدى العالم حتى يكون هناك تقليل لفجوة الاستيراد، حتى يعني نستطيع ان يكون في توازن كبير في الاسعار الداخليه. اعتقد ان مصر من خلال توطيد العلاقات الكبيره بين العديد من دول وخاصه دول التكتل، يمكن مصر انضمامها ده تاكيدا على متانه العلاقات الاقتصاديه طبعا والسياسيه، كذلك دورها وكيانها الاقتصادي والجيوسياسي في منطقه الشرق الاوسط. اعتقد ان مصر هي ستكون قاطرة الاستثمارات أيضا في أفريقيا لما تتمتع به الشركات المصرية في الثقة الكاملة في إنهاء وتنفيذ المشروعات، يعني أنا بشوف
ان المجموعه مش هتفيد بس مصر من الداخل، ولكن هيكون هناك افاده كبيره للاشقاء في القاره الافريقيه، ايضا ستعمل على تحقيق التوازن السياسي. يعني احنا النهارده حتى لو هناك صراعات سياسيه بين الدول المنضمه، سيكون هناك توافق سياسي لفكره المصالحه بين دول المجموعه، حتى يكون هناك تكامل وتوافق اقتصادي بشكل كبير، حتى يكون يعني هناك تنميه اقتصاديه حقيقيه. الصين هدفها هو تنميه وتمويل الكامل للاقتصاديات الناشئه. طيب كمان احنا عارفين كويس قوي ان مصر كانت حريصه في كاب 27 اللي كان من شهور، ان هي كانت بتدعم كل الاسواق الناشئه والدول الافريقيه الناميه والدول الناميه بشكل كبير، وخصوصا فيما يخص بالبيئه النظيفه. عندنا مشروعات كتيره جدا واحنا طرحنا هذه المشروعات يمكن في هذه القمه. هل هنا ايضا في هذا التكتل هيبقى في بقى يعني دول هتقول لا، بدل ما كنت بستورد ده بالدولار من دوله ثانيه، طب ما هو أنا ممكن أتعامل مع مصر أكتر لأن هي بقت داخل التكتل، هيكون في أفضلية لدول التكتل مع بعض؟ طبعا هو الهدف هو الانفتاح الاقتصادي التام بين جميع الدول، وده طبعا من خلال تسهيل عملية الإجراءات بشكل كبير، ويكون هناك مرونة اقتصادية في التعامل، وده أعتقد يعني ميزة مهمة وميزة تنافسية لدى كافة الدول. احنا النهاردة بنتكلم في دول اقتصادية كبرى، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك العديد من المواد الخام وتعتبر أكبر مصدر للمواد الخام في العالم، وأعتقد ستجبر العالم كله على استخدام اليوان. يعني النهاردة أي دولة في العالم تحتاج إلى استيراد المواد الخام والتعامل بالعملة المحلية الصينية، فبالتالي ستضطر إلى استخدام العملة المحلية الصينية، وده بيعزز الثقة في مجموعة البريكس وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. أعتقد الصين لديها الإصرار على أن تكون أهم قوة وتكتل اقتصادي في العالم ويخدم الاقتصاديات الناشئة، وأيضا يفيد الاقتصاد الصيني والتنمية الاقتصادية في الصين، وبالتالي مصر لديها علاقات استراتيجية قوية جدا مع الجانب الصيني، وبالتالي هناك استفادة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية خاصة داخل الحدود المصرية. بالنسبة طبعا لمصر في مجال الطاقة، أعتقد أن مصر أصبحت رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر طبعا. وبالتالي سيتم نقل التجربة المصرية إلى الدول الأفريقية، لأن احنا أفريقيا جزء مهم جدا طبعا من رؤية مصر الاقتصادية. أكيد. السؤال الأخير اللي برضو يمكن موجود في البريكس، وهو أيضا هو وجود بنك التنمية الخاص بمجموعة بريكس أو التكتل الاقتصادي اللي بيوازي، أو خلينا نقربها للناس، البنك الدولي. فهل البنك ده أيضا هيساعد أيضا في مسائل التمويل، في مسائل التبادل التجاري؟ بالتأكيد طبعا بنك التنمية التابع للتكتل ده هيكون فرصة كبيرة جدا للحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية خاصة في الاقتصاديات الناشئة، خاصة يمكن دول أفريقيا عانت من زيادة حجم القروض بشكل كبير صحيح. وأنا شفت أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أدى إلى إغراق الدول الأفريقية والنامية في عملية سداد الديون وتراكمها بشكل كبير جدا. أعتقد أن بنك التنمية هو دوره دعم تلك الدول، وهدفه هو التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الدول الأفريقية خاصة، لأنها عانت بشكل كبير جدا من الإهمال والتهميش وعدم وجود بنية تحتية واقتصاد حقيقي لديها. فبالتالي أنا بشوف أن البنك التنمية هيكون له دور حقيقي فعلا وفرصة جيدة للخروج من تلك الأزمات، وأعتقد القضاء على يعني العراقيل التي يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إجبار الدول على استخدام سياسات اقتصادية معينة صحيح. لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. طيب آخر أيضا سؤال، هل أقدر أخد عنوان وأقول أنه بريكس يعني يدي الروح والتنفس للعملات الوطنية لكل هذه الدول أو التكتل الاقتصادي، بأنه قيمة عملتها الوطنية تكون في مكانها الصحيحي أمام هيمنة الدولار؟ بالتأكيد هو هدف استراتيجي، هو يعني تغيير خريطة العالم المالية من خلال صعود عملات جديدة، عملات محلية وعملات وطنية، من أجل تخفيف الطلب على الدولار خلال الفترة القادمة، وأعتقد أن ده هينفذ قريبا جدا حتى يساهم في زيادة فرص النمو الاقتصادي والمستدام، وحتى لا تؤدي الفترة القادمة إلى دخول الاقتصاديات في نفق مظلم بسبب الهيمنة الكاملة للدولار الأمريكي خلال
الفترة السابقة، وأعتقد أن مجموعة البريكس هتكون تحالف اقتصادي سياسي اجتماعي مهم جدا لدعم الاقتصاديات ودعم الدول النامية والناشئة وتحقيق مزيد من الاستثمارات بين جميع الدول والانفتاح الأسواقي بشكل كامل، حتى لا يكون هناك إضافة أعباء إضافية على الدول خاصة وانعكاس تلك الأعباء على المواطن. أكيد. دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم كده سمعتوا، حاولنا ان احنا يعني نتكلم مع حضراتكم وننقل كل المعلومات اللي ممكن تكون مفيده ايضا لحضراتكم. وضع مصر مهم جدا، موقعها الاستراتيجي في افريقيا، وضعها ايضا يعني يمكن بعد كل الانضمام ده هتسال نفسك سؤال وتقول انه اكيد وجود مصر وقبول انضمامها اكيد نابع ايضا من التنميه والعمران اللي موجوده على أرض الوطن، إنه مصر قادرة تقف على رجلها، قادرة تحاول إن هي تعمل إصلاحات اقتصادية مهمة، وبالتالي هي قادرة على إنها تبقى موجودة وقادرة على إنها يكون في تبادل تجاري بينها وبين دول كبيرة زي اللي موجودة في بريكس. تعالوا أيضا نكمل أخبارنا ونقول إنه بعد قرار مجموعة بريكس بانضمام مصر لهذا التجمع الاقتصادي الهام، أعرب عدد كثير من الأحزاب السياسية المصرية والبرلمانية عن ترحيبهم بالقرار والتأكيد على إيجابية، طبعا الإيجابية المنعكسة على الاقتصاد المصري، لأن ده شيء بيهمنا جميعا. حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رجب، بانضمام الحقيقة مصر لواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية، وده على مستوى العالم، وفي مجموعة بريكس كمان قال الحزب أنها بتستهدف كمان التجارة، وأيضا تستهدف أيضا تبادل العملات الوطنية وإنشاء عملة مشتركة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات. وقال الحزب أيضا في بيان له أن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل نجاحا جديدا للاقتصاد الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ذلك بفضل السياسات الاقتصادية التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة. ولفت الحزب أن نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع يساهم بشكل كبير في توفير مصادر التمويل واستثمارات من مصادر مختلفة، بما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف هيمنة الدولار، ويساهم أيضا في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لا سيما المواد الخام التي تدعم التصنيع المحلي. وأيضا أكد حزب حماة الوطن كل المساعي التي تقوم بها القيادة المصرية لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم. ده كان البيان اللي قدمه حزب حماة الوطن. وزي ما حضراتكم كده، خلينا نقول ببساطة، هذا التجمع أو التكتل الاقتصادي هو تحالف مهم، تحالف اقتصادي مهم جدا، تحالف المفروض أنه من خلاله كل هذه الدول بتحاول أنها يكون لها قوة اقتصادية، وهي دول كبيرة وكلها يعني ممتلئة بالخيرات وعندها تبادل اقتصادي كبير، ومصر الحقيقة يمكن في التبادل الاقتصادي مع عدد كبير من هذه الدول. ولكن أن تكون في تكتل زي ما سمعنا، ويكون في تبادل بالعملة الوطنية، ويكون في أيضا بنك للتنمية، ويكون في تأثير على الشارع بشكل عام، لما انت تنجح في هذا التكتل اكيد التضخم عندك او الاسعار هتبدا تقل في الشارع. هذا ما نتمناه، انضمام مصر في بريكس في اول يناير 2024. نتمنى انه ينال كل الخير باذن الله. فاصل ونواصل معكم لقائنا اليوم في التاسعة. اهلا بحضراتكم. 60 سنة دراما من أجل هذا العنوان، منذ قليل انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، وهذا المهرجان مقام في مدينة العالمين الجديدة وسط أجواء من البهجة، حضور كبير للفنانين ونجوم الدراما المصرية، في المقدمة الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان. وهذه الدورة بتقام تحت عنوان 60 سنة دراما، احتفال بمناسبة 60 عام على إنتاج إذاعة أول عمل درامي مصري. حفل الافتتاح هيحييه الفنان تامر حسني، وتفاصيل كتيرة الحقيقة زي ما أنتم شايفين الفنانين موجودين زي ما هم على الريد كاربت، و طبعا يعني العالمين تتألق اليوم بمهرجان الدراما، وده حاجة جميلة، دورة استثنائية أكيد رائعة. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ومعلومات أكتر مع مراسلنا الزميل محمود جميل. محمود، مساء الخير يا محمود.
مساء النور يا شفقي، واهلا بيكي وبكل متابعي برنامج التاسعه في كل مكان. يمكن زي ما انت قلتي بالظبط جملتك، العالمين بتتالق النهارده جدا 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 في النسخه الثانيه من مهرجان القاهره للدراما. الحقيقه الاجواء مبهجه وحلوه جدا، وحقيقي يعني شكرا لصاحب فكره اختيار مدينه العالمين الجديده ان يكون فيها مهرجان القاهره للدراما في نسخته الثانيه. خليني اقول لك طبعا الاجواء النهارده يمكن بدأت من الساعة 7 مساء طبعا بدأ الفنانين والمشاهير يتوافدوا على الريد كاربت ويدخلوا طبعا جوه. بدأ طبعا نعمل يعني لقاءاتنا مع الفنانين. الحقيقة في إشادة كبيرة جدا منهم كلهم بالتنظيم وبوجود المهرجان في نسخته الثانية في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة كل الناس مبسوطة بالأجواء، مبسوطة بمدينة العالمين الجديدة واللي اتحقق طبعا في مدينة العالمين الجديدة من تطور معماري ورهيب جدا. عايز اقول لك كمان ان هنا احنا المنطقه الترفيهيه اللي موجود فيها مهرجان القاهره للدراما من اجمل المناطق اللي موجوده. احنا تحديدا في النورث سكوير في المنطقه الترفيهيه، حوالينا طبعا الابراج اللي موجوده في مدينه العالمين. كان من شويه طبعا الفاير ووركس للفنان احمد عصام، الحقيقه كانت مبهجه جدا جدا في مدينه العالمين وفي السماء مدينه العالمين الجديده. واضح يا جميله. انا عايز اسالك بس سؤال، يعني شايفه الفنانين بيتصوروا على الريد كاربت وطبعا نجوم التلفزيون بيتالقوا، الفنان يحيى الفخراني اكيد اول الناس اللي كانوا موجودين كرئيس للمهرجان. كلمني عن، انا عارفه ان في تكريم وفي جائزه جمهور وجائزه نقاد موجوده في المهرجان. الحقيقة احنا كان لنا لقاء مع الفنانة إلهام شاهين وهي طبعا عضو لجنة التحكيم، ولما اتكلمنا معاها طبعا على التكريم والجوائز، أولا هي أشارت لنقطة مهمة جدا إن تم زيادة الجوائز طبعا ل 16 جائزة، بحيث هيتم تكريم كل الناس اللي أثرت في العمل الدرامي أو شاركت في العمل الدرامي، يعني مش ممثلين بس، احنا كمان هيكون عندنا أفضل تتر وأفضل موسيقى وأفضل مونتاج وأفضل تصوير، فهيكون في تكريم لكل الناس. والحقيقة هي قالت إن هم محتارين كمان من كتر الاعمال اللي متقدمه كلها حلوه، فبالتالي طبعاً احنا النهارده هيكون عندنا اعلان جوائز لافضل ممثل صاعد وافضل ممثل دور اول ودور ثاني وافضل طبعا مسلسل وافضل مسلسل كوميدي. والحقيقه الجديد كمان ان في جوائز اتيح التصويت فيها للجمهور زي اختيار افضل ممثل دور اول ودور ثاني واختيار افضل ممثل صاعد وافضل مسلسل كوميديان. فالحقيقه هيكون في مشاركه إنه كبيره جدا للجمهور. صحيح، واضح انه في جوائز من قبل لجنة التحكيم وجوائز من الجمهور اللي تابع كل المسلسلات دي. اكيد انا بتمنى طبعا، احنا لسه اكيد انتوا بادئين بس منذ قليل بداية الفعاليات، ومازال حتى اللحظة أكيد مستمر المهرجان. والتوقعات بايه؟ هل في توقعات؟ يعني انت موجود في الكواليس دلوقتي، او يعني قول لنا كده توقعات ممكن تكون رايحة فين؟ والله هو يعني ما فيش لسه توقعات كبيره، بس يمكن لما سالنا الناس كانت الناس طبعا معجبه طبعا باداء منى زكي وطبعا جعفر العمده، ويعني دول تقريبا يعني اكتر شخصيتين او يعني الناس اتكلموا عليها بالنسبه لمنى زكي طبعا ومشاركه محمد رمضان وعصام السقا في جعفر العمده. فيعني كان تقريبا دول اغلب العملين او اغلب الشخصيات اللي الناس كانت بتتكلم عليها النهارده طبعا في هو بص الحقيقه يا محمود اللي كانت موجوده طبعاً في رمضان. الحقيقه يا محمود يعني يعني عشان ندي الحق لكل من تعب ومن قدم كل الاعمال الحلوه اللي كانت موجوده في رمضان، لانه كمان المهرجان بيعني بالدراما خارج رمضان. بنتمنى لهم كلهم التوفيق وكل النجوم الحقيقه بينوروا الشاشات بكل الفئات اللي انت تحدثت عنها يا محمود، لكن بعد الهوا كده تقول لنا انت بقيه الكواليس. بشكرك شكرا جزيلا يا محمود، وهنتركك تستمتع بباقي فعاليات مهرجان الدراما 60 عام على يعني تقديم أول عمل إذاعي وتلفزيوني هنا في التلفزيون. كان موجود هنا في التلفزيون، تم تصويره أعتقد من أوائل الأعمال كان مسلسل القاهرة والناس، كان موجود هنا لحد طبعا الأعمال اللي قدمت يعني في سنة 2023 رمضان وخارج رمضان. كل التوفيق لهذا المهرجان، وتبقى مصر دائما تقدم صناعة الفن في كل مكان. من صناعة الفن
هنروح برضو للفن، لكن في المرة دي عايز أخدكم لشاشة السينما. فاكرين كويس قوي رواية أنف وثلاث عيون، رواية للأديب الكبير أحسان عبد القدوس. الرواية دي كانت سنة 64، يعني كانت موجودة في الستينات. ده تم نشر الرواية، ولكن تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 72، يعني كانت الرواية خلاص موجودة في السوق والناس قريتها وعارفاها. الفيلم كان من الأفلام الناجحة جدا، وكان فيلم الحقيقة جريء كمان يعني، وله رؤية كده مختلفة. وطبعا الفيلم بيعاد تقديمه بشكل جديد من خلال رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر كمان طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة القادمة. طبعا فيلم مهم، أنا شخصيا أحب أشوفه. فكروا فيه إزاي؟ يعني إحنا بنتكلم على فيلم الرواية في الستينات والفيلم في السبعينات، وإحنا في ألفية تانية خالص، يا ترى وجهة النظر والأداء هيبقى عامل إزاي؟ البطولة للنجوم ظافر عابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة لعدد طبعا من النجوم موجودين مع أجيال جديدة هيبقى موجود. لكن الحقيقة الأجيال دي يمكن كمان ما تعرفش رواية أنف وثلاث عيون، أو كان عندهم فرصة إن هم تابعوا كمان الفيلم. الرواية دي لما يعني تم نشرها منعتها الرقابة لأنها كانت مثيرة للجدل وقتها، وكانت طبعا انتشرت سلسلة كده في مجلة روزا اليوسف، والكلام ده كان ما بين سنة 1963 و 1964 وقت ظهور الرواية، لكن ظهرت بعد كده للنور بعد ضغوط كثيرة من المثقفين والكتاب وقتها. يعني فضلت الرواية الحقيقة، ويمكن ده اللي خلى الفيلم تأخر شوية. يعني الفيلم جه في السبعينات لأنه كان في جدل كبير جدا على الرواية. خليني أروح للفنان المخرج أمير رمسيس ونسأله مزيد من التفاصيل. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني عودة إلى أنف وثلاث عيون بعد كل هذه السنوات، إيه المحرك إن أنت تعيد تقديم هذا الفيلم؟ يعني الحقيقه طبعا لازم اوضح الاول ان المبادره اللي انا حاببها جدا هي كانت مبادره من الشركه المنتجه اللي تحمست للروايه وعرضت الفكره على المؤلف وائل حمدي وعليا. والحقيقه يعني انا لما قريت الدرافت الاول اللي كتبه وائل، انا بحب الروايه جدا بالمناسبه، هي من الروايات الجريئه جدا لاحسان عبد القدوس، واللي اعتقد كمان يعني بشكل العلاقات العاطفيه كانت يعني بره المتوقع جدا، وكان فيها جرأه وذكاء في الطرح. كانت جريئه جدا في الوقت القديم جدا، يعني أكيد تحديدا في اللعب على نمط مخالف لفكرة اللعب على العلاقات مع المراحل العمرية المختلفة. يعني صحيح، يعني نتوقع دايما نوع معين من السرد، الرواية كان فيها سرد من نوع مختلف. وأنا الصراحة لازم أقول لما اتعرضت عليا فكرة كنت بقرا السيناريو أو الدرافت الأولاني اللي اشتغلنا عليه 4 أو 5 مرات لحد الدرافت اللي بنصوره النهاردة في معالجة معاصرة بتحصل يعني في يومنا هذا للرواية. كنت بقرا زي ما بقول بنية أولية إن أنا أعتذر، إن أنا شايف إن الرواية صعبة أن تقدم في السينما، يعني أيوه صحيح، شكل السرد بتاعها يعني أقرب إن هو يبقى مسلسل أو حلقات منفصلة. طب أنا عايز أسألك حاجة. الحقيقة اللي قريته واللي كتبه وائل هو اللي حمسني جدا إن أنا أعمل رواية أنا بحبها يعني. أكيد. أنا عايز أقول لك حاجة، يعني هي كانت جريئة في وقتها، يعني الفيلم تم إذاعته في السبعينات وكان جريء حتى على أبطاله، يعني أعتقد حتى فنان الكبير محمود ياسين كان دور جريء بالنسبة له، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، يعني كان في الحقيقة عدد من الفنانين وكلهم كانوا بيقدموا أدوار جريئة. وانت بتعملها بقى في الزمن ده واختيارك، يعني في ظافر عابدين، في صبا مبارك، في سلمى أبو ضيف، يعني أولا يعني الزمن اتغير والمعطيات اتغيرت، هل الجرأة ما بقتش يعني بقت عادية، ولا برضو لسه الجرأة موجودة؟ يعني خلينا نقول ان هو لا زال فكره الروايه وفكره السيناريو نفسها جريئه بالنسبه للوقت اللي احنا فيه، بس اعتقد ان كمان يعني ان الاوان ان احنا يعني نتخلص من القيود اللي خلت الافلام المصريه تبقى مدجنه لمده 10 20 سنه، يعني بحكم التسويق مع انفتاح السوق مع اعاده الاهتمام بالادب اللي حصلت من خلال اكثر من عمل مبني على عمل ادبي. يعني اعتقد ان مساحه الجرأه دي بقت مفتوحه بالنسبه للجمهور المصري اللي بقى حابب تحديدا الاعمال المبنيه على اعمال ادبيه. لازم اقول كمان ان يعني شجعني جرأه المؤلف، اعتقد ان حتى كمان يعني احنا عشان اوضح احنا مش بنعمل فيلم بينقل احداث روايه، بس هو خلينا نقول بيتناص مع احداث الروايه، في شخصيات جديده، شخصيه اللي صابه مبارك تلعبها شخصيه مش موجوده في الروايه الاصليه. يمكن بنحاول نفهم، يعني يمكن اللي عاجبني في اللواء العمل وفي السيناريو انه في محاوله فهم شخصيات الروايه بشكل مختلف، حاولوا تشريح شخصيات الروايه تحديدا شخصيه هاشم
لعبها الفنان محمود صحيح. ياسين بشكل مطابق لرواية في النسخة القديمة، واللي هنا يمكن بندخل تحت جلده أكتر، بنتعرف على يعني لا وكأن عارف عارف إيه محاولة التعرف على ذاته، يعني ده اللي صحيح. عجبني كمان إن إحنا المسلمات اللي كانت موجودة في وائل اللي تليق بعمل ادبي، الانتربريتيشن العظيم اللي عامله وائل ده اللي حمسني ان انا اعملها، ان احنا بنفهم هاشم، بنحاول نفهم هو ليه الباترن علاقاته العاطفيه عامل كده. الحقيقه جرأة الممثلين اللي معايا وشجاعتهم في التناول الشخصيات كمان يعني مين عامل دور نجلاء فتحي؟ نجلاء فتحي دور اللي هو شخصيه نجوى في الروايه القديمه، هي بتعملها في ظهور خاص بشكل اقرب لضيفه الشرف النجمه الكبيره دينا الشربيني. بس هو لازم اقول برضه ان احنا السرد عندنا مختلف عن الروايه، السرد يعني مختلف تماما. هي الروايه كانت بتحكي ثلاث محطات بشكل منفصل، بشكل يليق اكتر مسلسلات يعني، بس احنا في الاخر احنا بنبتدي من العلاقه الاخيره من شخصيه رحاب اللي لعبتها في الفيلم قديم فيتامين اللي طلع معايا الفنانه سلمى يعني ابو ضيف. خليني اقول انت بتنقل وجهه نظر ثانيه للروايه، يعني انا شايفه كده في تغيير، فانت عندك وجهه نظر مختلفه. بنتكلم معاها احيانا، خلينا أكيد نقول يعني اكيد في جمله كده استاذ داوود عبد السيد كان بيقولها، انه تقديم روايه لتقديم نص ادبي جيد في السينما الحل الوحيد انك تخون النص الادبي عشان تبقى وافي ليه، زي ما أيوة. هو عمل صحيح. على فكره يعني انا بتفق معاك بانه كثير من رواياتنا الادبيه ممكن تقدم بشكل جديد وبوجهه نظر تانية للجيل اللي عايش دلوقتي، يعني هو هينظر للروايه ازاي، ياخد ايه ويسيب ايه ويشرح ايه ويعمل ايه. طيب بالنسبه لمواقع التصوير، يعني هم كمان كان عندهم جرأه وكان في تصوير، يعني مواقع تصوير مختلفه، هل انت برضو كان عندك الفرصه بقى انك تعمل شكل تاني يليق على وجهه النظر اللي انت تبنتها يعني؟ أكيد لأن نقطة الانطلاق كانت إن احنا في الآخر يعني فعلا بنتناص مع رواية ولا نعيد تقديمها مشهد بمشهد، ففي الآخر صحيح. يعني احنا بنصور ما بين القاهرة ما بين بيروت اللي هي كانت موجودة في الرواية الأصلية، بس موجودة عندنا بشكل مختلف في رواية. أظن في الآخر لا، إن احنا نشوف عمل جديد ممكن لو يمكن لو الحبه كمان إن احنا يمكن لو أزلنا الاسم ممكن ناس ما تربطوش برواية الأصلية، ما تربطوش كأنها بتشوف فيلم هو مختلف، عمل مكتمل بذاته، سرد مكتمل من الألف للياء. في إحالات في الشخصيات الأصلية موجودة، بس يعني أنا لو شلت اسم أنف وساسة عيون العمل اللي كاتبه وائل فعلا هو يعني قابل إن هو يبقى عمل قائم بذاته، وأعتقد إن ده الصح في السينما. يعني أجمل الروايات اللي قدمت للسينما هي قدمت كده بخيانة صحيح. النص الأدبي عشان خيانة النص الأدبي. طيب يعني وانت بقى بتستعد للإخراج، تقطيع المشاهد، اختيار النجوم، هل رجعت للرواية، رجعت للفيلم، ولا فصلت نفسك تماما لأنك زي ما انت حضرتك قلت بتقدم حاجة مختلفة؟ لا، رجعت للرواية طبعا كتير، وكان في مناقشات كتير على الرواية وازاي احنا زي ما بقول ازاي وائل قدر يخون الرواية ويكون وافي ليها في نفس الوقت. بس الفيلم لا، انا يمكن شوفي فيلم زمان جدا طبعا، يعني مخرج حسين كمال ومن المخرجين اللي انا بحب طبعا مسارهم طبعا في السينما المصريه جدا، بس طبعا لا في الاخر كنت مدرك من اللحظه الاولى ان ما ينفعش اشوف فيلم ان انا بقدم فيلم تاني، هو صحيح. ابروتش تاني، تناول تاني. روايه كانت مرجع لازم نرجع له احيانا، لازم نبقى قايلينه كويس ومحللين الشخصيات، بس لا الفيلم بس بعدت عن انك تشوف الفيلم، تبعد عنه تحديدا عنك. الزمن اتغير كمان يعني تحديدا طبعاً. يمكن أكيد. في وقت صناعه الفيلم كان في ستار سيستم في مصر مرتبط بنجوم في مراحل عمريه معينه مختلفه. احنا بنتكلم عن روايه عن علاقه حب ما بين شخص في منتصف الاربعينات بثلاث فتيات في بدايه عشريناتهم، او بشكل مناسب لاحداث الروايه اصلا في وقتها في الستينات كان عندهم 19 سنه، يمكن ده كان صعب على صناعه السينما المصريه في وقتها، بس طبعاً. مع شكل الصناعه الحالي انا بقيت قادر ان انا يبقى معايا سلمى ابو ضيف في دور ادعي ان هي يعني هيبقى مبهر بالنسبه للجمهور في دور رحاب او عوبه. يعني انت شوقتنا الحقيقه، انا عايز اشوف قد ايه انت خنت يعني النص الادبي، واعترف لك انه يعني كانت خنته من اجل ان اكون وافي لي، خلينا نقول ان ده اللي عجبني فعلا في التجربه، يعني ده اللي حمسني تكون وافي لي. أكيد يعني أجيال جديدة من حقكم النصوص الأدبية المصرية لأدبائنا الكبار هي كنز نقدر نروح ونرجع تاني فيه. متشوقين للفيلم أنف ثلاث عيون، السيناريو والرؤية لوائل حمدي والإخراج لأمير رمسيس، بتمنى لكم كل التوفيق وطاقم العمل والفنانين، وإن شاء الله بعد ما نتفرج يبقى لنا حوار تاني. بشكرك شكرا جزيلا.
طيب أنا شخصيا نفسي جدا لو بنتكلم عن إعادة السينما هناك من الروايات، يعني أنا بشوف رواية إحسان عبد القدوس مثلا بتاعت النضارة السوداء، نادية لطفي، أحمد مظهر، بشوفها تنفع للزمن اللي احنا موجودين فيه، تنفع جدا إن احنا نشيل النضارة السوداء ونشوف المجتمع عامل إزاي، ونشوف نقدر نصلح إيه ونعدي إيه، حاجات كتير جدا ممكن نرجع ليها، هي كنز من كنوزنا الفنية، هتفضل مصر ولادة وتفضل تقدم حاجات كتير مختلفة. هناخد فاصل ونرجع نتواصل معكم، عندي فقرات كتير إن شاء الله تعجبكم ونتفاعل فيها معاكم بإذن الله. أرجوكم عودوا إلينا بعد قليل. أهلا بحضراتكم، رجعنا تاني. واضح كده إنه نادي اتحاد جدة السعودي عنده إصرار على التعاقد مع محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. الحقيقة محمد صلاح هو الأيقونة المصرية الجميلة اللي بنتشرف بيها وسعداء بيها، وقدر صلاح مش بس يرفع رأسنا أو إنه هو يقدم لعب كورة على مستوى عالي، لكن كمان قدر يقدم الشخصية المصرية اللي بتتحدى والإرادة، ويكون مثل كبير لكل ولادنا ولكل شبابنا، وإنه يبقى دايما مثل بالأخلاق وبالترفع وبالحالة الحلوة اللي بيقدمها صلاح واللي بيشهد لها يعني كل الناس، خاصة أيضا الموجودين في أوروبا. طيب النهاردة رفع بقى نادي الاتحاد عرضه علشان يوصل ل 300 مليون يورو، وده لضم محمد صلاح. على الترتيب منها ايه بقى؟ 100 مليون يورو لنادي ليفربول، 200 مليون يورو لمحمد صلاح خلال 3 مواسم، كمان ده بالاضافه لامتيازات ثانيه، والامتيازات الثانيه بيقال طبعا انه صعب رفضها. ايه هي بقى الامتيازات؟ خد عندك راتب سنوي لمحمد صلاح يبلغ قيمته 100 مليون يورو، قصر خاص بمدينة جدة، قصر طبعا يقيم فيه محمد صلاح هو وعيلته، طيارة خاصة لمحمد صلاح ب 100,000 ريال، وكمان 100 طيارة خاصة لمحمد صلاح و 100,000 ريال عن كل ستوري. يعني ايه كل ستوري؟ يعني محمد صلاح لما يعمل ستوري كده على الفيسبوك او يعمل تويتر او يكتب قصة او يقدم اي حاجة او ينشر حاجة، ليه 100,000 ريال عن كل قصة او ستوري. نسبة مبيعات كمان من بيع قميصه أو تيشيرت بتاعته اللي مكتوب عليها طبعا رقم، وكمان 3 سيارات فارهة لعائلة محمد صلاح. أرقام كبيرة والتحدي كبير. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل مداخلة كده نكون فيها مع الناقد الرياضي عمر البنوني. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا استاذ شفكي، ومساء الخير على مشاهدي التلفزيون المصري وبرنامج التسعة. ايه اللي هيحصل للفرعون المصري؟ هل سيقبل محمد صلاح ونادي ليفربول هذا العرض المليء بالامتيازات، والوضع ممكن يبقى عامل ازاي؟ الحقيقه انه باختصار شديد انه في البدايه تم استطلاع راي رامي عباس وكيل محمد صلاح عن امكانيه انضمام محمد صلاح للدوري السعودي دون تحديد نادي في البدايه. والحقيقه ان وقت العرض ده رفض تماما، رفض حتى مناقشته، لكن بعد اهتمام اتحاد جده وارساله لعرض رسمي لنادي ليفربول لبداية التفاوض بشأن محمد صلاح، الحقيقة نادي ليفربول حب يرمي الكورة في ملعب محمد صلاح. حسب التواصل مع الصحفيين الإنجليز من زملائنا المهتمين بتغطية نادي ليفربول، إن نادي ليفربول ما عندوش مانع في مقابل لا يقل عن 100 مليون يورو، وده فعليا الرقم اللي عرضه نادي اتحاد جدة. يتبقى موافقة محمد صلاح، وهنا ليفربول مش حابب يفرط في محمد صلاح إلا إذا محمد صلاح هو اللي طلب. الحقيقة مش هتكون مفاجأة لو محمد صلاح انضم للدوري السعودي، لكن المفاجأة هتكون لو انضم خلال فترة الانتقالات الحالية خلال الموسم الحالي. يعني أعتقد أن محمد صلاح ممكن وارد ينضم للدوري السعودي لكن في الموسم القادم. الحقيقة الساعات اللي جاية أو الأيام القليلة القادمة قبل نهاية فترة القيد هتشهد حسم الموقف، وخصوصا النهاردة كمان جمهور اتحاد جدة تفاعل جدا مع الموضوع وهتف باسم محمد صلاح في المدرجات قبل مباراة اتحاد جدة مع الرياض. فاعتقد انه في تطورات سريعه خلال الساعات طب اللي فاتت. طب خليني اسالك كده حاجه يا عمر، برضو كلنا احنا عارفين انه رامي عباس مش سهل هو نفسه، يعني دايما كان عنده حاجات وينصح صلاح فيها وكده، وضعه بقى هيبقى ايه بالظبط هنا في ليفربول النادي، في ايضا رامي عباس وفي محمد صلاح، الوضع هيبقى ايه؟ اعتقد انه رامي عباس هيظل مستشار محمد صلاح ومحاميه طول الوقت، لانه يمكن المعلومه اللي ممكن ناس كتير بتغفل عنها انه محمد صلاح اشترط قبل بدايه تعامله مع رامي عباس انه يكون التعامل معاه فقط. يعني رامي عباس ليس وكيلا لاي لاعب ولا مدرب في العالم غير محمد صلاح. صحيح.
وبالتالي استمرار رامي عباس مع محمد صلاح، واعتقد انه رامي عباس بيفضل انه يحقق اكبر مكسب ممكن لمحمد صلاح ومن ورا محمد صلاح. فالمفاوضات يحسمها في النهاية شروط محمد صلاح، سواء الانضمام في خلال فترة الانتقالات الحالية أو في الموسم القادم. طب أنت شايف إيه؟ يعني رامي عباس كان رسم منذ بداية محمد صلاح خطة ونجحوا جدا، خطة رياضية محكمة بتفاصيلها بكل ما فيها طول وقت لعب محمد صلاح مع ليفربول، ونجاح محمد صلاح وتألقه في المنظومة الأوروبية والدوري الإنجليزي. هل أنت شايف أنه رامي ممكن يكون بيفكر أن محمد صلاح يتنقل إلى الدوري السعودي ويعود إلى المنطقة العربية مع العالميين بقى اللي موجودين كمان؟ يعني هل ده تفكير جديد ولا هي مجرد يعني طرح لقيمة محمد صلاح في السوق؟ انا اعتقد انه في كل الاحوال محمد صلاح ورامي عباس هم الكسبانين من الموضوع، لكن طبيعي انه الخطه اللي عملها رامي عباس لمحمد صلاح مع بعض هم الاثنين لازم، يعني ما كانتش طبعا حاطه في اعتبارها المتغيرات العنيفه اللي حصلت في السوق في الوقت الحالي، انه فجاه بقى في عملاق جديد، دوري جديد بيجتذب كل الاسماء الكبيره في اوروبا حتى المواهب الشابه. وهنا المفارقه انه انا مش بس بجيب اسماء كبيره، انا ممكن اشوف كمان لعيب بروميسنج في اوروبا فاتعاقد معاه في الدوري السعودي. وبالتالي هنا رامي عباس يكسب جدا بانه يرفع من قيمه محمد صلاح التسويقيه، وخصوصا ان محمد صلاح هو الملك المتوج في ليفربول. يعني حتى لو ليفربول ما اخدش بطولات السنه دي، لكن محمد صلاح اوريدي اخد كل البطولات مع ليفربول في السنين اللي فاتت، حتى تشامبيونز ليج، كاس عالم انديه، سوبر اوروبي. محمد صلاح ما بقاش يعني محتاج بطولات زياده مع ليفربول، لانه حتى الدوري الانجليزي حققه بعد غياب 30 سنه. هنا في النهايه هي لعبه تسويقيه، لكن في النهايه القرار لمحمد صلاح. ليفربول هيفكر في انه يحقق اكبر مكسب وعائد مادي ممكن طبعا اكيد، لكن محمد صلاح هو سيد قراره في النهايه اذا كان هينتقل الموسم ده او الموسم اللي جاي. طب خلينا كده نروح بالذكاء الاصطناعي نعيش في عقل محمد صلاح. هل ينتقل محمد صلاح الى نادي جده ام ينتقل محمد صلاح لنادي اخر انجليزي ويظل في المنطقة الأوروبية؟ يعني أعتقد أنه الموضوع مش هيحسم في فترة الانتقالات الحالية. محمد صلاح ممكن يفضل يكمل في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. في الموسم الحالي يكمل مع ليفربول. طيب هل لما هيكمل في الموسم الحالي هيرتفع أيضا العرض المقدم من نادي الاتحاد؟ بكل تأكيد، لأن تجربة الدوري السعودي هي في بدايتها هذا الموسم، وبالتالي أنه بعض النجوم الكبار من الأسماء الكبيرة زي رونالدو، بنزيما وغيرهم، إذا لم يحققوا الفارق الكبير لأنديتهم في الموسم الحالي هيكون الاتجاه كله في الدوري السعودي لاستقطاب نجوم عندهم القدرة على صناعة الفارق. فبالتالي محمد صلاح فرصه في الموسم القادم وليس الموسم الحالي أكبر بكتير وبمبالغ أضخم بكتير من المعروضة في الوقت الحالي. هل ده هيكون ذكاء محمد صلاح ولا رامي عباس ومحمد صلاح؟ الاثنين مع بعض. محمد صلاح لا ينفصل عن رامي عباس الحقيقة، هم يعني بيفكروا مع بعض، ومحمد صلاح مش من النوع اللي بيسلم دماغه لحد. يعني محمد صلاح الدليل الحالة الغامضة حواليه محمد صلاح في الوقت الحالي. محمد صلاح لا يتواصل مع الإعلام سواء في إنجلترا أو في مصر أو في السعودية. صحيح. احنا نتمنى الخير لمحمد صلاح ابن مصر وفخر العرب انه يبقى موجود في المكان اللي يحقق ليه التقدم والتألق ويفضل يكمل مسيرته، لانه محمد صلاح الحقيقه بدا مسيره كلها شرف ورياضه وحاجه جميله. نتمنى له كل التوفيق سواء كان موجود في ليفربول او انتقل لاي نادي اخر. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي عمر البنوني، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه النهارده عندي، عشان عندي كان اخبار كتيره جدا اهتمينا ان احنا نضع حضراتكم عليها، لكن واحنا بنتكلم عن مهرجان الدراما 60 سنه دراما، انا لسه سامعه صوت الدراما. انا موجوده في استوديو من اهم الاستوديوهات اللي موجوده مش بس في مصر ولكن في الشرق الاوسط، سمي زي ما انت عايز. اتكلم عن ليالي الحلميه واسمع كده صوت نازج السلحدار، او اسمع صوت سليم باشا، او اسمع مثلا صوت رأفت الهجان، او اسمع صوت الشهد والدموع، زي ما انت عايز. اعمال مهمه، فخر صناعه مصر هي الدراما. دراما قدمت مصر بشكل كبير جدا.
ساعدت على انتشار وتقوية اللهجة المصرية في المنطقة العربية بشكل رائع، موضوعات وأفكار وتحدي وفن صناعة كبيرة عظيمة. النهاردة حاولنا كده ان احنا هنختم معاكم، هنغني معاكم، نغني تترات المسلسلات اللي كمان احنا ارتبطنا بيها. لما تسمع تتر ليالي الحلمية تعرف انك مع الحلمية، اول بقى ما تسمع عود عمار الشريعي تعرف ان رأفت الهجان بعد شوية هيكون على الشاشة. فصل قصير واستمتع مع حضراتكم بتترات مسلسلات رمضان وستين سنة على الدراما المصرية. تترات المسلسلات المصرية لوحدها صناعة وحكاية، والدراما قدرت تأثر الحقيقة المصرية مش بس في المشاهد المصري ولكن كمان في وجدان الأمة العربية. كتير جدا لما بنسافر فبتلاقي الناس زي ما احنا تأثرنا كده بمسلسلاتنا وبالموسيقى وبالنجوم وبالكتابة وبكل صناع الدراما، كمان هتلاقي الدول العربية حصل عندها نفس التأثير، وده اللي خلى الدراما المصرية لها الريادة مش بس في مصر ولكن في العالم العربي. النهاردة حبينا كده ان احنا نعيش معاكم اجواء خاصة بالتتر، لانه تتر المسلسل ده صناعة وهو ملخص للمسلسل او العنوان، المسلسل بيقول ايه وعايز يقدم ايه للمشاهد. خليني ارحب بضيوفي الناقد والمؤرخ رحاب الهواري. مساء الخير يا استاذ رحاب، نورني. وكمان هيكون معانا عازف العود ايضا وهيدندن معانا الاستاذ كريم منير. مساء الخير استاذ كريم. يعني خليني ابدا عند استاذ رحاب واقول انه تتر المسلسل عموما بنتكلم على 60 سنه دراما، فتترات المسلسل لوحدها صناعه، يعني قدمت موسيقى، قدمت شعراء، قدمت مؤلفين، قدمت صناع للصورة علشان تركيب التتر. يعني قد إيه قدر تتر المسلسل لوحده يبقى قيمة فنية لكل المسلسلات؟ يمكن ده هيرجعنا لبدايات نشأة التلفزيون المصري أو انطلاق التلفزيون المصري في ما بعد منتصف الخمسينات، لما تأخر البث بسبب العدوان، فمن أول سنة 60 بدأ علاقة المتلقي بالتتر. يمكن في البدايات ما كانش تتر لا مصاحب موسيقى ولا بيصاحبه غناء، يعني قعد فترة حوالي أكتر من 10 سنين عبارة عن موشن جرافيك بأسماء الأبطال، يعني موسيقى كده، يمكن اللي هي من البدايات من أول القاهرة والناس والقط الأسود تحديدا كان فيه 64 كان التتر عبارة عن أسماء الأبطال مع خلفية تدي إيحاء بالرعب، لأن المسلسل كان بينتمي إلى فكرة الإثارة والرعب. يعني بعدها يمكن البدايات كانت بتؤرخ بمحمد رضا، الفنان محمد رضا وهدى سلطان في مسلسل سنة 77 بدأوا هما الاثنين كانوا أبطال المسلسل، فبدأوا يغنوا هما التتر، فبيغنوا ضمن أحداث المسلسل. كررها 78 في مسلسل اسمه برج الحظ، وتوالى بعد كده، يعني نيلي استلمت الفوازير فبدأت تغني التتر من تزامن مع في السبعينات لحد ما شريهان في 85، واستمر هذا. يعني نقدر نقول يعني من نهاية السبعينات بداية الثمانينات بدأت التترات المغناة. وهنا بدأت الفن، ويعني يظهر بقى حاجات مختلفة. بليغ حمدي مثلا في 79 في أوراق الورد عمل من كلمات عبد الوهاب محمد عمل أغنية مخصوص، وردة كانت بتغنيها بعيدا عن المسلسل، يعني فقط للتتر. التتر أغنية مخصوصة للتتر، ووردة أحد إحدى نجمات المسلسل، ولكن كانت الأغنية مش بس خاصة بالمسلسل، لا كانت بتتغنى كمان بره، يعني في بعض التترات ما ينفعش تغنى بره. يعني نقدر نقول إنه تترات المسلسلات عملت زي أغاني الأفلام بالظبط، يعني نفس التركيبة. طبعا اللي نشأ الفكرة دي في الأفلام كان علي إسماعيل وأندريا رايدر وفؤاد الزواهري طبعا، يعني فكانت يعني الفكرة إن ده يتنقل من الأفلام للمسلسلات، لأن الأغنية بتحكي حدوتة المسلسل في 3 أو 4 دقايق وهي اللي بتعيش. طيب خلينا نروح نبدأ مثلا حندندن إيه؟ نبدأ، أنا شايفاكوا حاطين الشهد والدموع، فنبدأ من الشهد والدموع ونقول قصة الشهد والدموع، مين اللي عمل التتر؟ أنت عايز أستاذ كريم عايز تبدأ؟ ممكن نبتدي بحاجة، يعني أنا بشوف إن المسلسلات في فترة الثمانينات كانت بتتكلم عن
الحارة أو الشارع المصري، فكانت متصنفة بالشكل ده. يعني كان الحاجات اللي ليها علاقة بالحارة المصرية كان دايما متخصص فيها أو شاطر فيها قوي ياسر عبد الرحمن وعمار الشريعي الله يرحمه. وكان دايما المزيكات اللي راحها ناحية الحتة الأرستقراطية شوية زي هوانم جاردن سيتي كان راجح داود طبعًا. أو نروح للحاجات اللي فيها حب زي اللقاء الثاني عمر طبعًا. خيرت طبعًا. فأنا شايف أن دي أهم محطات كان فيها الموسيقى التصويرية والتترات بتاعت المسلسلات اللي قعدت تتربينا عليها وعايشه في وجداننا لحد دلوقتي كلنا حافظينها ومذكرينها. هو الحقيقه احنا علشان نبقى منصفين هي التترات كتيره طبعا يعني طبعًا كتيره ما نقدرش نقول بس في عندنا اسماء مرتبطه بكلمه التتر في بالزبط. اسماء زي الحلميه مثلا زي ليالي الحلميه يعني الحلميه دلوقتي مثلا بيتغنى التتر لوحده طبعًا. خلاص وانت يمكن الحلميه عشان ارتبطت كمان بخمس سنوات بالشخصيه المصريه فكانت البدايه التفكير كان الحميه الروايه نفسها في الاصل ملحميه بتتولى تاريخ مصر من 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 عبد الناصر مرورا بالسادات وصولا يعني اكثر من 60 او 70 سنه عده اجيال بتتناول الحاره المصريه من خلال من ايام البشوات من بالزبط. ايام الملك كمان يعني بالزبط. مرورا بال 60 70 سنه خلينا نقرا كده شويه يعني ماذا كتب شاعرنا العظيم سيد حجاب لانه الحقيقه الكتابه كانت كمان شبه مصر يعني مثلا ما يقول منين بيجي الشجن بيجي الشجن من اختلاف الزمن يعني هو حتى بادئ التتر بسؤال ولا ايه يا استاذ طبعا طبعا ما هو عشان دايما دي بنسميها الاسئله الاستهلاليه انا بلفت انتباهك دايما حتى لما بنشرح محاضرات للطلبه بنقول ان السؤال الاستهلالي هو ده اللي بيلفت ابدا على طول منين بيجي الشجن فالناس منتظره الاجابه فيكررها تاني يجاوب هو من اختلاف الزمن ومنين بيجي الهواء من ائتلاف الهواء واللعب أيوه. بقى واللعب ما بين صوت فنان محمد الحلو والمجموعه كانهم هم طبعًا. بيردوا عليه ومنين بيجي السواد من الطمع والعناد هنا بدا يحكي القصه يعني ومنين بيجي الرضا من الايمان بالقضاء وما قالش بالقضاء لانه كان بيوزن ايوه سيد حجاب كان شغال تفعيله يعني سيد حجاب ما كتبه القوافي والعروض ده ما كتبه بالعاميه كان مقفي وعروض وينتمي الى بحر ولكن كانت لغه حتى وان كانت عاميه كانت لغه راقيه من انكسار الروح في دوح الوطن في دوح مين كلمه دوح دوح ممكن دي ما حدش دوح الوطن بالظبط انكسار الروح ودوح الوطن حاليا ممكن ما يعني الملحن يخاف يقلق طب نسمع ايه رايك نسمع نسمع ليالي الحلميه خلاص يعني اللي هي رنت العود دي هي ليالي الحلمية بالظبط هو الأذن حاليا بقت ممكن نعرف المسلسل من أول دقة عود نوتة. من أول نوتة وهل كان الذكاء كمان أنه استمر التتر خمس سنوات يعني أو خمس أجزاء يعني فأعتقد ما تغيرش طبعا ما تغيرش عشان بصمة يدي نفس يعني البصمة هو بصمة نفسها. من بصمات ليالي الحلمية اللي تغير عليها كم من الممثلين غير عادي ولكن يبقى سيد حجاب كما هو يبقى اللحن كما هو بالزبط. يبقى التتر الثابت ده اللي تقريبا ارتبط في ذهننا احنا كمتلقي لما المسلسل بيتعاد حتى الآن احنا على طول لازم الإشارة من خلال كلمات سيد حجاب ومن خلال اللحن العظيم لعمر الشريعي وكمان الموسيقى مشيل المصري مشيل المصري مشيل المصري بقى كموسيقي بارع طبعا مايسترو مشيل المصري التنفيذ انا بحس ان زمان كان في سخاء في الـ في الـ في الصرف على التنفيذ يعني ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يجيب مجموعه كبيره جدا من الكمانجات والتشيلوهات والاوركسترا كامله بتلعب في التتر الى حد ما ده ما بيحصلش في التترات دلوقتي بقت المزيكا معظمها الكترونيه يعني احنا بنجيب لا دلوقتي بقى في تطور للزمن بشكل بس في برضه دلوقتي تترات حلوه طبعا جميل طبعا بس اشكال مختلفه بس كان زمان تقدري تميزي شكل المزيكا انها بتعبر عن الحاره من شكل المزيكا دلوقتي معظم الموسيقات مش بن يعني عيب فيها لكن ما بتقدريش تميزي نفس الجملة الموسيقية ممكن تلاقيها موجودة لجملة بتعبر عن الناس عايشة في قصور أو ناس عايشة في حارات طب بتسمعنا حاجة
نكمل ليالي الحلميه او نروح لحاجه ثانيه؟ نروح للمال والبنون ياسر عبد الرحمن. ماشي. وكان سيد حجاب برضو. اللي غنيته هنا حنان ماضي في المال والبنون. حنان هي فترة إبداع ياسر عبد الرحمن كان يمكن وانطلاق حنان ماضي كان كونهم ثنائي مع بعض طبعا عملوا ثنائي غير عادي. هي يمكن ما غنتش كتير لحد بعيدا عن ياسر عبد الرحمن إلا مؤخرا لعمر خيرت في كان في اللقاء الثاني مع عمر خيرت، إنما ما غنتش مثلا لعمار الشريعي خالص. يعني ولكنها غنت تترات ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن يمكن لما غيرت ياسر عبد الرحمن راحت لعمر خيرت. طيب خلينا عايزه اعرف، واحنا بنتكلم على عمار الشريعي لان ده مهم، عود عمار الشريعي كان هو وجدان المصريين في رأفة الهجان طبعا. يعني فكره انه استخدام العود، اصلا العود آلة بتدل على الشجن اكثر من آلات اخرى، يعني هي مرتبطه قوي بفكره الشجن. هتلاحظي مثلا في الشهد والدموع فيه عود، في المال والبنون فيه عود، في رأفة الهجان، وخاصه ان احنا كلنا منتظرين احنا شغالين وصولا الى النكسه، فما بعد النكسه في حاله شجن مستمره لحد طبعًا لحظه طبعًا الحرب. كان في تغيرت الآلات بعد الحرب، وكانت في جمله موسيقيه في رأفة الهجان اول ما بتتلعب احنا بنحس انه الحنين لمصر، حنين لبلد رأفة الهجان. نسمع الجمله دي معاك. رأفة الهجان هيمشي هنا في الاستوديو. خلينا ناخد فاصل. الحقيقه تفضل التترات مرتبطه بوجداننا، عشناها وعشنا معاها سنين طويله، اثرت فينا واحنا كمان اتاثرنا بيها، ما هي متاخده مننا. نكمل معاكم تترات مسلسلات عاشت معانا 60 سنه بعد شويه. رجعنا تاني وبنتكلم على تترات المسلسلات اللي عاشت معانا 60 عام، واحنا على هامش مهرجان الدراما اللي بيقام الان في مدينه العالمين، بيحتفى بهذا المهرجان. احنا في الاستوديو هنا استاذ رحاب، يعني هل اقدر اقول بانه التترات وصناعه التترات للمسلسلات كمان قدمت اصوات كتير بتنوعات مختلفه؟ مش فكره قدمت، احنا ترسخ في ذهننا لما الفنان علي الحجار قال ان انا صاحب الالف اغنيه. صاحب الالف اغنيه ممكن تلاقي منهم 400 تتر 300 تتر. يعني جزء من تاريخ علي الحجار ومحمد الحلو وهدى عمار وحنان ماضي ايوه ما هو ده اثراء للموسيقى يعني للغنى بشكل كبير، وجزء من تاريخهم مش حقيقي. مجرد تتر حقيقي. فقط كان مثلا احمد فؤاد نجم او الشاعر الكبير سيد حجاب يقرا المسلسل كاملا، مش مجرد حد يقول له انا عايز المورال حاليا، ممكن يقول لك ايه الفكره، ايه قول لي الفكره فقط، انا عايز ده احيانا هات لي جمله اعمل عليها الاغنيه. يعني هات لي جمله بس انا اكتب عليها الاغنيه، الموزع ممكن يقول له انا عايز هات لي تراك اشتغل عليه. فالحدوته بقت ممكن تعد كلها في يوم، مش اقرا مسلسل كامل عشان اقدر يعني اطلع ده بالجمله. يعني ده اللي حصل، احنا كنا وقفنا عند رأفة الهجان. في رأفة الهجان يعني انا سمعت استاذ عمار الشريعي وهو بيقول انه عاش المسلسل وقرا المشاهد مشهد مشهد عشان يقدر ينقل احساس البطل بالموسيقى. طبعا المسلسل
بيجي يحط تتر لازم يمسك السكريبت يشوف هنا في شعور بالحزن، هنا شعور بالفرحة، هنا في قلق، هنا في خوف، لازم يكون بيعبر. وقدر هنا عمار الشريعي يقدم العود صح كآلة، يعني اختياره للعود حضرتك كنت شايفه ازاي في رأفت الهجان؟ هو مش ده اللي حضرتك كمان يمكن استاذ كريم يأكد لي المعلومة، ان رغم ان معرفة او يصنف عمار الشريعي كأحد عباقرة العود، ياسر عبد الرحمن كان كمان ولا كمانجاتي، ياسر عبد الرحمن عازف كمانجاتي عظيم. ومع ذلك كان عمار يتحدى ياسر في الكمانجا كمان. فكان يعلى الاثنين بيعلوا على بعض. أيوة. يعلى قوي في الكمانجا لدرجه انه كان ممكن يعمل جمل اصعب بكتير قوي من جمل ياسر عبد الرحمن وهو عواد اصلا. ايوه ودي حاله حلوه، ودي كانت حاله يعني حلوه، وكانوا بيحبوا بعض على فكره. ادينا امثله يا استاذ كريم. يعني في رأفت الهجان في خطوط كمانجات ورا الموسيقى اللي احنا بنلعبها دي، يعني الموسيقى الاساسيه بتقول ورا المزيكا دي في خطوط كمانجات بتقول تا 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 تا. ايوه صح. دي موسيقى خطوط كمانجات صعبه جدا حد يكتبها. فاذا هنا عمار الشريعي عمل عمار وياسر عبد الرحمن في عمل واحد. دي محتاجه حد فعلا يكون فاهم آلة الكمان ابعادها ايه وتفاصيلها ايه عشان يقدر يكتب خطوط الكمانجات دي. فعمار الشريعي رغم ان هو كان عواد وعواد شاطر جدا، هو كان بيلعب كمان اكورديون في البدايه طبعا، لكن هو كان من احسن الناس اللي بتكتب خطوط للكمانجات. يعني اساتذه المزيكا دايما بيقولوا ان اصعب خطوط كمانجات اتعزفت كانت لعمار الشريعي، رغم ان ياسر عبد الرحمن في الاصل كمان طبعا من اشطر الناس اللي بتكتب خطوط كمانجات. فدايما كان كل سنه في رمضان كان بيبقى في مباراه بنشوف ده غير المباراه الدراميه، احنا بنتكلم على المباراه في المزيكا المباراه الموسيقيه. احنا كنا هفكركم كمان مثلا على فكره هفكركم بمسلسل الايام طه حسين والجمل اللي كانت مكتوبه ايضا، اعتقد انه كان سيد حجاب ايضا طبعًا وعمار الشريعي ايضا الشريعي. وكانت الجمل الحقيقه اللي بيلعب دور احمد زكي كان احمد الشافعي وهو صغير فكان يعني حاجه ايضا الجمل دي ساعدت جدا يعني. لا عمار الشريعي كان هو وياسر عبد الرحمن زي ما بقول لحضرتك كان في مباراه سنويه احنا بنستنى نشوف عمار هيعمل ايه وياسر عبد الرحمن هيقدم. طب احنا إيه؟ احنا انا حاجتين مش هقفل الا ما اسمحوا. اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، ولما الوشوش اللقى الثاني لعمر خيرت اختم بعمر خيرت. ودلوقتي حضرتك نشوف عشان الوقت خلاص رحاب. واحنا بنتكلم وبنختم على الدراما وصلنا للدراما اللي احنا عايشينها، انغام في الاختيار غنت بلادي بلادي، يفضل بلادي بلادي احلى تتر. طبعا ايه رايك؟ الاختيار كان ناجح حتى في الاختيار. يعني كان ناجح حتى في اختيارات ان انغام اللي تغني وانها ترجع لبلادي بلادي اللحن اللي هو لانه هو الاختيار اللي هو الاختيار الاختيار اللي هو انا الاختيار. انا بشوف ان احنا لازم نختم ببلادي بلادي. اظن بلادي بلادي انا بشكركم اولا بشكرك جدا استاذ رحاب، هتفضل مصر ولاده بتترات وصناعه دراما. بشكرك جدا استاذ كريم وصوتك حلو يعني يعني لازم يبقى عندنا لقاءات اكتر. ونختم ببلادي بلادي اللي غنتها انغام في الاختيار. لك حبي وفؤادي
حياتي والمراد وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي بلادي.